السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي من قناة أحمد حمدي. هترككم فيديو يا جماعة. قبل ما تيجي في أي حاجة، معلش ما كانش في فيديو الأسبوع اللي فات والأسبوع ده، عشان انتوا عارفين المذاكرة وكده، فأنا مقدرش إن أنا أعمل يعني أعمل فيديوهات. فأنا أصلا ما كانش في فكرة أعملها، ما كانش في فكرة خالص إن أنا أعملها، بس في فكرة فكرت فيها، كنت عايز أنزل ليها فيديو خاص في لعبة يا جماعة. أنصحكم ما تجربوهاش، اسمها لعبة الحوض الأسد. بالسرعة دي، لعبة الحوض الأسد دي بتتكون من كام يوم؟ من يوم أول لحد يوم 50، من يوم أول لحد يوم 50. اللعبة دي واحد روسي عملها، مش عارف اسمه ايه، بس هو لحد دلوقتي مسجون الحمد لله في روسيا. ويعني انا انصحكم ان انتوا ما تجربوهاش. كل الناس قالوا عليها، اليوتيوب، التواصل الاجتماعي كله قالوا عليها، التلفزيونات كلهم قالوا عليها، بس النصيحة مني لكم، اوعوا تجربوا لعبة الحوض الأسرق. هم أصلا سألوها عن طريق جوجل بلاي، خلاص سألوها، خلاص سألوها. هي أصلا كانت قديمة، كانت من السنة اللي فاتت، بس لحد دلوقتي انتصرت في مصر. وطبعا يا جماعة، عشان خاطري، عشان نوصل 70 مشترك على قد ما تقدروا، وانا يعني مش عارف اقول لكم ايه، يا رب بس يعني يا رب نوصل 70 مشترك. والله ما كنت يعني انا اصلا ما كنتش عايز اصور فيديو، فقلت اصور فيديو وخلاص. وطبعا يا ريت يا جماعه، عشان خاطر نوصل 70 مشترك. والله وصلنا 70 مشترك. انا والله مش بعمل لكم اي حاجه، بعمل لكم كل حاجه اللي انتم تنفذوها. انا طالب منكم طلب واحد، يا رب تنفذوه. اكتبوا تحت في التعليقات ايه الحاجه اللي انتم عايزينها، ايه التحديات اللي انتم عايزينها. والله العظيم، والله العظيم هنفذها، حلفت بالله. اي تحديات انتم عايزينها، مقالب، اي حاجه انا هنفذها. اكتبوها لي تحت في كومنت وانا هقراها، عشان خاطر يا جماعه، اي تحديات، اي مقالب، اي حاجه اكتبوها لي تحت في التعليقات وانا هقراها واشوف كل حاجه وارد عليكم ان شاء الله. بس اكتبوا لي تحت في التعليقات يا جماعه، انا والله بعمل كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، بس ده طلب مني ان انتوا تعملوه وتنفذوه لي يا جماعه. ده طلب مني ان انتوا تعملوه وتنفذوه لي. انا طالب منكم طلب واحد، اكتبوا لي تحت في التعليقات انا محتوى وحش ولا لا. بس عرفت يا جماعه، بلاقي الناس مش كاتبين لك تعليقات حلوه، يعني مش يعني قناتي، يعني ما شاء الله قناته اللي وصل 80,000 60,000، بلاقيها قد كده اهو، قد كده اهو يا جماعه، قد كده اهو، واصل للمليون، مليونين. اما احنا 70 مشترك، احنا عايزين نوصل يا جماعه اكتر، عايزين نوصل يا جماعه اكتر في قناتنا يا جماعه. دي مش قناتي انا، دي قناتكم انتوا، مش قناتي انا يا جماعه. فانتوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقدروا توصلوني، وانا مش هقدر اقصر معاكم في اي حاجه، بس اي حاجه عشان خاطر تطلبوا منكم اكتبوها لي تحت في كومنت. انا اهو مش عارف اعمل ايه تحدي، فانتوا اكتبوها لي تحت في تعليقات عشان خاطري، وبكون عجبكم الفيديو ده، وتاني بعت لكم للمليون. اكتبوا لي تحت اي حاجه انتوا عايزينها، مهما كان اي ايه، مهما كان ايه، مقالي تحديات، بس عشان خاطر اكتبها تحت. ولو لقيت كومنت اكتر من 60 كومنت، هعمل حاجة تسألني اليوم الخميس اللي جاي. انا مش مصور فيديو النهارده خالص، عشان مش عارف اعمل لكم ايه، انا مش عارف اصلا اعمل ايه. فياريت يا جماعه تساعدوني، ورب تكونوا مبسوطين، وبس لكم السلام عليكم. يا حبيبي يا ما شاء الله، يا طبيبي يحفظك الله، بلك يا ملك شو إلى معنى الحياة. بتعلقيني فيك لما تكوني حدي هون، بتمنى منك غمرة كبيرة قد الكون. إحساسي مش ناسي كيفك ترى قلبي يصير بالفرحة يطير، على أمل نضلنا سوا نتميز بلون. شو هيدا الجمال لما مرقتي كلهم جنوا، مش بس شاب